أبلغني فخامة الرئيس نتيجتها وبنتيجتها تكليفي لتشكيل الحكومة الجديدة. شكرت فخامة الرئيس. بالخطوات الدستورية ضروري أنه يكون في عندي تسمية من ثقة من النواب، ولكن الحقيقة أنا بدي ثقتكم أنتم، بدي ثقة الشعب، بدي ثقة الناس، بدي ثقة كل رجال وسيدة، بدي ثقة كل شاب وشاب. لوحدي ما عندي عصا سحرية ولا بقدر أعمل العجائب. نحن يا أخوان بحالة صعبة جداً وكلكم عارفين، وأنا متأكد بالتعاون مع فخامة الرئيس وهلأ حكينا أنا وياه أنه نقدر نشكل الحكومة المطلوبة. هالحكومة المهمات الأولية هي تنفيذ المبادرة الفرنسية اللي هي لمصلحة لبنان ولمصلحة الاقتصاد اللبناني.